سؤال المساحة سؤال أكيد بالامتحان النهائي، يعني 99% من الدورات موجود مرة واحدة ما جابوا فقط، ما بعرف ليش. فهو بيجي آخر طلب من سؤال التغيرات. هلا اللي ما عندنا مازج 25 بشوفهم بسؤال التغيرات من تحت آخر شي بيكون أحسب مساحة سطح. اليوم بدنا نتعلم حالات كلها تبعون المساحة. يا رح نعمل لها مخطط، طبعا هي إلى حالتين بالعموم. هي إلى حالتين. الحالة الأولى لك أحسب مساحة المنطقة المحصورة بين الخط C تبع الكلمة ومحور الفواصل. بس نشوف بين الخط C، طبعا بيقولك المنطقة المحصورة أو بيقولك السطح المحدود بين الخط C ومحور الفواصل. هيدي لك ثلاث حالات، بس قلنا بين الخط C ومحور الفواصل في ثلاث حالات. هل هو السطح؟ مشان اذا جابوها بالامتحان كلمة السطح ما تصدق. المحصور او المحدود. تبعوا على الحالات من الرسم بدنا نعملهم. اول حاله شوف الرسمه، المنطقه موجوده فوق محور الفواصل، هون صغيره هون ب صغيرة. فبيقول القانون A تساوي A رمز المساحة، فينك تقول S إذا بتحب، تكامل. إذا أول حالة شو هي؟ السطح المحصور فوق محور شو؟ الفواصل. ليك السطح فوق محور الفواصل، فالقانون هو تكامل Fx dx، تكامل عادي. طبعا تتابع معنيا، خط البيان للتابع نحن معنيا. الأ والبي يا بيعطونا إياهم يا نحن بنطلعهم بعد شوي منقول. هن بجوز لك السؤال أحسب مساحة السطح المحصور بين C ومحور والمستقيمين X تساوي كذا وX تساوي كذا. طبعا هون هاد X يساوي الأ، بجوز يعطينا إياه، وهذا مين هو؟ X يساوي البي. فحدود التكامل هنا بين الأ والبي. ثاني شكل شوي ثاني ناخذ مثال. ثاني شكل او ثاني حاله، المنطقه موجوده تحت محور الفواصل، كمان هذول الا والب. اذا ثاني حاله السطح المحصور تحت محور شو؟ الفواصل. لاحظ المنطقة اللي عم نحكي عنها تحت محور الفواصل. القانون شو بصير؟ انتبه، A تساوي تكامل ناقص Fx dx. شو حطيت أنا؟ ناقص. ليه؟ لأنه المنطقة من تحت، هون المنطقة من فوق. حالة الثالثة السطح المحصور فوق وتحت
محور الفواصل. كيف يعني فوق وتحت؟ يعني جزء فوق وجزء تحت. في منطقة فوق ومنطقة تحت. نسيت حدود التكامل باثنيناتهم أنا. هون تحط حدود التكامل بين الأ والب. هون كمان بين الأ والب. لأن المنطقة محصورة بين الأ والب. ليكم X تساوي أ و X تساوي. هون عندي منطقتين. مثلاً هاي أ هاي بي هاي مي سي. شو بصير القانون؟ اعمل إيقاف مؤقت. البراءة ببين. إذا شفت الشيء من بين اللي موبايل محل ما عم تكتب. هم؟ عم يجي الموبايل محل ما عم تكتب. أنا ما عم تكتب. المهم تشوف يعني. يا. بلش؟ بلشتي؟ كيف بصير القانون؟ آ يساوي. شو يعني آ؟ مساحة. بعملها تكامل F بين الآ والب زائد تكامل ناقص F بين مين ومين؟ بين الب والس. طبعا Fx dx هونيك Fx. لاحظ جزء موجب بين الآ والب جزء سالب بين الب والس. هن ثلاث حالات إذا قال لك مساحة السطح المحصور بين الخطسة ومحور مين؟ محور الفواصل. يا فوق يا تحت يا فوق وتحت. ما مشكلة رمز فينك تحطي F بس هي الوضع أصلي Fx بإس. طيب الحالة الثانية هذه ثلاث حالات ضمن الحالة الأولى. بيقول لك مساحة السطح المحصور بين خطين بيانيين. يعني خطين بيانيين يعني منحنيين. ممكن يكون خط بياني لتابع منحني وممكن يكون والمستقيم. يعني عندي معادلتين خطين بيانيين. شوف كيف الحالة. ترى شو قصدهم. هاي سي شوف مثلا معنى مستقيم وليكن دي. في منطقة بيناتهم بتكون هون. هون بيكون مثلا نقطة التقاطع بيناتهم. هون في نقطة التقاطع بيناتهم مين هي؟ بي. بهذوك الحالات الأ والبي والسي هي نقاط التقاطع مع محور الفواصل. رح نكتبهم بالملاحظات بعد شوي. لاحظ نقاط التقاطع مع محور الفواصل. أما بهالحالة لا. الأ والبي حدود التكامل يعني هن نقاط التقاطع بين الخطين البيانيين. القانون شو بصير هون؟ انتبع على القانون. A بيساوي تكامل التابع العلوي ناقص التابع السفلي أو الخط العلوي ناقص الخط السفلي. كيف يعني؟ طبعا شو في جنبه على طول دايكس. طبعا هون حدود التكامل الأول. برسمتنا الآن A تساوي من الA للB. مين العلوي؟ الدي ولا عين المنطقة؟ مين العلوي؟ الدي ولا الخط البياني؟ الدي. معناه بنقول YD ناقص FX. طبعا الدي له معادلة بيكون Y بيساوي كذا معادلة درجة أولى والخط له معادلة FX تساوي كذا. طبعا بكل الاحوال بكل الرسومات الاربعه الخط البياني للتابع هو مستمر. لاحظ تمام مستمر عند الأ ومستمر عند مين كمان؟ عند البي. طبعا هاي من شروط المبرهنات. لو كان بالعكس كنا شو بنقول؟ اف اكس ناقص واي دي. وممكن يكون اثنيناتهم منحنيين هيك مثلا اف 1 اكس ناقص اف 2 اكس. هذا العلوي اف 1 والسفلي مين؟ F2. والواي بطبيعة الحالية مثل الF لأن هي تابع وهذه كمان شو؟ تابع. إذا عندي أربع حالات للمساحة ما في غيره. بدنا نأخذ عليهم أمثلة. رح تعمل مخطط دقيق على دفترك بخط واضح. إذا بتحب آخر صفحة بتحب بس أعمل المخطط بالعرض على دفترك. رح نكتب تحت المخطط ملاحظة تحت المخطط كاملة إيقاف مؤقت. كم علامة على هذا السؤال؟ شو نصه له؟ 40
درجة هذا السؤال. أربعين على تمام. في ملاحظة الأول شيء نحطونا إذا بدكم دي إكس هاي الشغلة. في ملاحظة هاي دي الحالة العامة هاي للأذكياء الملاحظة. لما أقول مثلا اف إكس ناقص واي دلتا شو معادلة محور الفواصل؟ شو معادلة محور الفواصل؟ واي بيساوي الصفر. حط هون صفر اختفى. شو ضل؟ اف اكس. رجعنا على هدول القوانين. يعني هدول القوانين اللي جايين من هذا القانون. بس هذا شو عم يكون؟ صفر. فعم يضل الجزء الثاني. وصلت؟ يعني هن كلهم قانون واحد هو اف اكس ناقص واي دلتا. في شغلة إذا أنا ما عرفت فوق ولا تحت المنطقة ما ضبط معي الرسمة باخذها بالقيمة المطلقة. ليش؟ لأن المساحة دايما موجبة. فأنت إذا ضعت بالامتحان وما عرفت مين الموجب ومين السالب هون أو بهدوك الحالات حالتين الأولانيتين خذها بالقيمة المطلقة. مثلا إذا واحد خربط بالحالة الأولى هي فوق عملها تحت حسبها بده يطلع معه الجواب سالب، معناها هي مو هيك كده تكون بالعكس. اذا انت تركت اف اكس واشتغلتها طلع الجواب سالب، معناها هي المنطقه تحت بس انت مانك منتبه. بتروح شو بتعمل؟ بتغير القانون ترجع بتحط له ناقص ناقص بيرجع بيطلع معك شو موجب. اذا ضعت قيمه مطلقه لما بدنا نحكيها بالملاحظات خليكم تكتبوها بسرعه. عم يكتب ملاحظه بلشتي؟ ملاحظات هامة تحت الحالات. أول ملاحظة واللي عم يشوف الفيديو يكتب معنا في الحالة. أول ملاحظة في الحالة الأولى نقصد في الحالة الأولى يعني الحالات الكلاتة هنا شو تكون سموها؟ سموها أربع حالات. كتب بين قوسين الحالات الثلاثة الأولى. الحالة الأولى بقصد مع محور الفواصل بس ضمن منها كم حالة؟ في ثلاث حالات. في الحالات الثلاثة الأولى إذا فشل الرسم معنا، طبعا هذا الطلب بيجي بعد الرسم. يعني أول طلب شو بيكون بالامتحان؟ ارسم الخط البياني. إذا أنت ما عرفت ترسم كتب إذا فشل الرسم فإننا نوجد حدود التكامل فإننا نوجد حدود التكامل A و B بأن نفرض شو بتعمل؟ تفرض Fx تساوي الصفر وتحسب x ونحسب x. طبعا تطلع معنا x1 والx2 هذا بيطلع واحد بيقول لي استاذ طلعت معنا بس وحدة الثانية هو بيعطيك اياها بالسؤال تمام. بيقول لك مثلا فوق محور الفواصل والمستقيم x تساوي 5 هو بيعطيك وحدة وانت بتحسب وحدة. إذا هدول الـ A والـ B بالحالات الثلاثة الأولى هن شو نوعهم؟ نقاط التقاطع مع محور الفواصل. كيف كنا نطلع من الصف التاسع؟ نحط Fx تساوي صفر وتحسب مين؟ X. الجواب اللي بيطلع معك هن الـ A والـ B. الصغير بتحطه A والكبير بتحطه B مشان تاخذ التكامل من اليسار على اليمين. الحالة الثانية، ملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية إذا كتب معي يلا. إذا ما عرفنا السطح المحصور فوق ولا تحت إذا كتب العامية ما بيصير. إذا ما عرفنا السطح المحصور فوق ولا تحت
في الحالة الأولى بين قوسين ثلاث رسمات، يعني الأولى على اليمين شو بنعمل؟ ركز معي، أنت ما ضبط معك الرسمة، فينك تحل هذا الطلب بدون رسم. طب الطريقة، فإننا نأخذ عدد بين A و B، نأخذ عدد بين A و B. ونعوض في التابع. شو نعوض في التابع؟ منطلع صورته. فإذا كان الناتج موجب فالمنطقة فوق. شو بناخذ وقتها؟ الحالة الأولى تكامل f x dx. وإذا كان الناتج سالب فالمنطقة تحت. المنطقة المحصورة وين بتكون؟ تحت. هيك ما بتضيع. ملاحظة اللي بعدها، كم واحدة صاروا؟ ثلاثة. في الحالة الأخيرة إذا ما عرفنا مين الخط العلوي، ومين الخط السفلي، ونحن قلنا بالقانون العلوي ناقص السفلي، تابع العلوي ناقص تابع السفلي، نحن ما عرفنا، فإننا نأخذ عدد بين نقطتي التقاطع A و B. ونعوضه في التابعين معا. ويلي جوابه أكبر هو الأعلى. هذا بدون رسم. آخر ملاحظة، إذا سكرت معنا كتبك، وما عرفنا المنطقة فوق ولا تحت، وما عرفنا المنطقة فوق ولا تحت، ولا عرفنا مين العلوي مين السفلي، منحط بالقانون قيمة مطلقة. منحط بالقانون قيمة مطلقة ونتوكل على الله، بيطلع صح. كتير نتوكل على الله، يعني نتوكل على الله ما بنفتح تمنا، يعني منحلها بالقيمة المطلقة. هلا بالأمثلة رح يبين معنا كل شيء. قف موقف. عندنا مثال ليكن التابع f x يساوي 4 x في 1 ناقص x. عين مساحة السطح المحدود أو المحصور بين السي اف، شعني السي اف الخط البياني للتابع ومحور الفواصل. شفنا كلمة، شوف انتبه هيدي سي اف
ومحور الفواصل. معناه أنا دام الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة. الحل عندنا طريقتين. طريقة أولى إذا أنا بعرف برسمها. طريقة أولى ندرس التغيرات ثم نرسم. ندرس التغيرات، نعمل جدول، نشتق إلى آخره، نطلع نهايات، نعمل جدول ونرسم الرسمة. يعني الحالة الأولى إني أنا بعرف برسمها. طبعا رسمتها سهلة، بدرس التغيرات يدرسها بتطلع سهلة جدا. نحن راح نرسم الرسمة على أساس نحن بنعرف نرسم بالامتحان ومنحلها. الطريقة الثانية إذا ما بنعرف نرسم كيف منجيب العلامة. رح أرسم لكم الرسمة أنا. أي واحد. أي واحد. عم يطلع هون قيمة محلية كبرى هي النص واحد، وعم يقطع محور الفواصل بنقطتين هن الصفر والواحد. هي الرسمة، هيك تطلع معك الرسمة. الآن هذه لأي حالة من الحالات نحن؟ أولى ولا الثانية؟ هل المنطقة فوق أم تحت؟ هل المنطقة المحصورة بين الخط البياني للتابع ومحور الفواصل هي فوق الخط، فوق المحور أم تحته؟ فوق. إذا نحن أمام الحالة الأولى. إذا شو القانون اللي بيصير معنا؟ A يساوي تكامل. مين هن حدود التكامل؟ الصفر والواحد. من الصفر للواحد شو القانون؟ Fx انتهى. تعويض وحساب. طبعا عوض. طبعا ليش؟ لأنه المنطقة شو؟ فوق. إذا A بيساوي هون مبين لي من الصفر للواحد. الـ Fx بتحطها نفسها. خلونا ننشرها مشان نطلع أسهل. انشروا لنا إياها. 4x ناقص 4x مربع dx. هلا راح نكاملها، منشيل التكامل والـ dx، منحط قوسين متوسطين بين الصفر والواحد. تكامل الـ 4x، الـ 4 عدد، بيعرف يسكت شوي مشان التصوير. الـ 4 عدد ما لنا علاقة فيه. تكامل الـ x، x مربع على 2 ناقص الأربع عدد ما إلنا علاقة فيه، تكامل X مربع، منزيد للأس واحد، منقسم على الأس الجديد. طبعا هذا بيروح مع هذا، بيضل عنا 2 X مربع ناقص 4 3 X مكعب بين الصفر والواحد. هلا منعوض قوس ناقص قوس. هون منعوض العلوي الواحد، هون منعوض السفلي. واحد للتربيع واحد، ضرب اثنين اثنين ناقص واحد للتكعيب واحد، أربعة على ثلاثة. هذا أول قوس ناقص صفر، لأنه بدل هذول اثنين صفر. اثنين ناقص أربعة على ثلاثة، الجواب اثنين على ثلاثة. بس يطلع جواب المساحة موجب معناها أنت شغلك صح. هذه مع رسمة أني أنا بعرف برسم. بدكم تكتبوها على السريع مشان نحلها بدون رسم. طريقة ثانية إذا أنا ما عرفت ارسمها وما بدي روح علامتها، أو تتركوا فاضي لهذا الطلبة، مجرد تكتب القانون تكامل FX DX وتعوضوا عليه علامات، 10 علامات من 40، حتى لو ما عرفت تكملها. لذلك هذا لا يترك فارغ. الآن طبعا أنا بحكي عن طالب مستوى أرض، يعني أنت أكيد رح تحلوها كلياتكم. يا ما عم دفع الخشب لايكم مشان ما أحسدكم، بس مشان أخرس سكتوا عفوا. تبع الطريقة الثانية، أنا ما بعرف برسم، شو لازمني؟ شو لازمني؟ أو ب يعني حدود التكامل. إذا لإيجاد، طبعا بدي نبه على شغله، ممكن حدود التكامل يعطوك اياها بالسؤال. بيقول لك احسب مساحه السطح المحدود بين السي
ومحور الفواصل والمستقيمين x تساوي الصفر و x تساوي الواحد. هون بيكون ريحك كتير وعطاك اياها. يلا لإيجاد حدود التكامل بتحط بدل fx شو بتحط قلت؟ صفر. تعال نعملها. يلا حط بدل fx صفر. صفر بيساوي 4x في 1 ناقص x. إما أو إما 4x تساوي الصفر يعني x تساوي الصفر، أو 1 ناقص x تساوي الصفر يعني x تساوي على اللوحة x تساوي الواحد. من وين طلعوا؟ انتبه من هدول عدمتهم لكم ما نفسهم كانوا صفر واحد من شوي. إما x تساوي الصفر أو x تساوي الواحد. هلأ برجع بعملها. هلأ إسا في شغلة، عرفنا الحدود، إسا شو لازم أعرف؟ فوق ولا تحت؟ قلت بأخذ عدد بيناتهم. هات عدد بيناتهم. إذن اللي ما عرفت فوق ولا تحت؟ طبعا كل هالكتابة عن مسودة بالمقضة، بس القانون اللي ما عرفت فوق ولا تحت نأخذ عدد. هات عدد بين الصفر والواحد وليكن نص، وبحسب F النص. إذا طلع موجب بتكون المنطقة فوق، إذا طلع سالب بتكون المنطقة تحت. صوب F النص واحد. أربعة بنص نص، واحد ناقص أربعة بنص اثنين، واحد ناقص نص اثنين باثنين، اثنين بنص واحد. بتطلع الجواب واحد. موجب إلا سالب؟ طلع معنا موجب. فالمنطقة أو فالسطح أو فالمنطقة أو معناها أي. شو القانون صار؟ أو تساوي تكامل بين مين مين؟ بين الصفر والواحد. هذا بدون رسم، وفينك تكملها وتاخذ علامة السؤال كاملة حتى لو أنت ما راسم بالطلب المسبق أو أنت شاكك بالرسم. عجبتكم؟ اكتبوا إذا عجبتكم. يلا إيقاف مؤقت. سؤال جديد بعدين نكتب، بس فهم السؤال. يلا عنا تابع، ليكن التابع fx يساوي 2x مكعب زائد 3x مربع ناقص 2x. عين مساحة السطح المحدود أو المحصور بين، ركز معي، c حط البيان للتابع، ومحور الفواصل والمستقيمين دي واحد ودي اثنين اللذين معادلتهما x تساوي الواحد و x تساوي ناقص اثنين. نحن أمام الحالة الأولى يلي فيها ثلاث حالات، إما فوق أو تحت أو فوق تحت. ولا يغشك كلمة دي واحد ودي اثنين، واعها. الحالة الأخيرة بيقول لك بين C والخط البياني لمستقيم أو تابع معادلته y تساوي وليس x. هدول بيكونوا حدود التكامل. هذا اللي أعطيك هذا ما نو y تساوي، يعني ما تفكره منحني أو خط بياني، هذا ما نو تابع. هذول الواحد والاثنين حدود التكامل الشاطبولي. كيف بدك تعرف أنت قدام أي حالة؟ هلا طريقة العامة شو نعمل؟ لازم نرسم. إذا الحل أول شيء ندرس التغير. خلاصة الحكي، حالات الكلات الأولى، مش عم بس في عالم بلش يحطوا بالحيط، الحالات الكلات الأولى فيها تابع واحد. أين هذا؟ في غير f(x) بالسؤال؟ هذول توابع شيء؟ لا، هذول حدود تكامل x يساوي x يساوي. أما الحالة الأخيرة فيها تابعين f(x) و gx أو f(x) و y، y دلتا y d، شو ما كان يكون. وصلت؟ بس شوف تابع واحد قدام الحالات ثلاثة الأولى. ندرس التغيرات ثم شو؟ نرسم. نحن على أساس نعرف ندرس التغيرات ورسمنا، طلعت معنا الرسمة. يلا أكيد أنت بتعرف تدرسوها وترسم. رح أرسم لكم إياها أنا. هون من تحت طالع من عند الناقص 2، بدي ظبط الرسم. انتبه
هون اول نقطه تقاطع عم تطلع ناقص 2. ثاني نقطه تقاطع عم تطلع صفر. وهون نص ثالث ليك كم التصاعد تبعني خط هدول اهم شيء ناقص 2 والصفر والنص ثلاث نقاط طالع معنا وهن قايلين مع مين انتبه مع الاكس تساوي الواحد تعالوا نرسم المستقيمين هاي اكس تساوي ناقص 2 هاي اكس تساوي الواحد وهذا الخط طالع هاي متقاطع مع الواحد بهذه النقطة تبع الرسم وين المنطقة اللي هو طالبها راح اللون بلون وليكن أخضر شوف بين السي اف هاي السي اف اللون الأزرق ومحور الفواصل والمستقيمين اكس تساوي واحد اكس تساوي يعني بين هالخطين لهالجهة مالك علاقة ولهذيك الجهة مالك علاقة أول منطقة لك لاحظ إذا A تساوي شو يعني A أو S إلنا A تساوي أول تكامل بين مين ومين بين الناقص 2 والصفر هل المنطقة فوق أم تحت فوق شو منقول F X دايس زاد ثاني منطقة ركز بين الصفر والنص ليك فوق ولا تحت تحت إذا ثاني منطقة بين الصفر والنص شو منقول ناقص F X دايس ثالث منطقة هاي المنطقة عين علي من النص للواحد والمنطقة وين؟ فوق من النص للواحد FX DX إذا كم تكامل عنا؟ ثلاث تكامل طبعا أنا ما راح أكمل السؤال لأن تكملته سهلة هون نعوض التابع وتكامل كيف نكامل هدول؟ 2 اكس مكعب شو تكامله؟ بنزيد للاس واحد بنخسر الاثنين عدد مالك علاقه فيه بتصير 2 اكس اس 4 على 4 اللي بعده 3 مالك علاقه فيها اكس اس 3 على 3 واخر وحده ناقص 2 اكس مربع على 2 بتعوض هي تحسبها لحال هي تحسبها لحال بعد ما تضربها بناقص وهذيك تحسبها لحال بعدين شو بتعمل فيهم كلهم؟ بتجمعهم بيطلع معك الجواب رح اعطيك جواب 75 على 16 اللي حبي يكملها يتأكد من الجواب طبعا هذا إذا أنا قدرت أرسم الخط البياني للتابع والامتحان ما راح يجينا تابع درجة ثالثة إما لوغارتمي أو أس هاي عم برجع ذكرها وممكن يكون بدرجة أضعف كسري أو جزري بكل الأحوال مفروض أنت تكون عرفان ترسم الرسمة إذا ما عرفت ترسمها أنا بنعطيك طريقة شو؟ ثانية بديلة بسرعة عم يكتب سجل عم تصوري بلا طريقة ثانية بدون رسم بدون رسم شو بنعمل؟ لازم حدود التكامل من وين؟ نضع بدل اف اكس صفر يا نوجد حدود التكامل هلا واحد اللي يا استاذ هني عاطينا اياهم شوفها هني عاطيك اياهم بلكي في غيره لذلك انت لازم تطلع تمام لإيجاد حدود التكامل نضع يا اف اكس شو تساوي صفر ونحسب اكس بنروح لوني 2 اكس مكعب زائد 3 اكس مربع ناقص 2 اكس تساوي صفر بدنا نحل هذه المعادله وهي معادله درجه ثالثه معادلات درجه ثالثه اخذناهم بالمراجعات اول الصيف بالشهر السابع واخذناهم بالحادي عشر
وموجودين على اليوتيوب. اسم الفقرة حل معادلة درجة ثالثة. اكتب باليوتيوب بالبحث جوا القناة بس اكتب حل معادلة درجة ثالثة اللي ما عم يعرف. واخذناها بالعقدية هذاك اليوم. يعني صرنا اخذنا عدة مرات. قلنا اذا في عدد رح اذكر فيه ياس. اذا في عدد هون وليكن مثلا زائد 5. ناخذ قواسم العدد 5. واللي هن الواحد والخمسة والناقص واحد والناقص 5. ومنعوضهم. يلي بيصفر الطرف اليساري منروح منقسم على عكسه بالإشارة. وليكن صفره واحد قسم عكس ناقصه. تعملها قسمة مطولة بيطلع معك درجة تانية ضرب درجة أولى تعملها إما أو. أما إذا هون ما في عدد. هلون ما في عدد. أريح بكتير اسحب الإكس عامل مشترك. تمام؟ إذا هونيك ما في عدد طلع الإكس عامل مشترك. 2X مربع زائد 3X ناقص 2 شو بيساوي؟ صفر. إما X يساوي الصفر. لاحظ طلع معك واحدة غير هدون. أو 2X مربع زائد 3X ناقص 2 بيساوي الصفر. هون شو بعمل؟ دلتا. أو طلع 2 عامل مشترك تطلع معنا X مربع زائد 3 على 2 ناقص 1 بيساوي صفر. إما أو هي بتصير تحليل مباشر. AX AX هون موجب موجب بسالب سالب عددين. لا لا هو ما في إكس لأنه ما فيها طلع 2X عامل مشترك. بدي عددين مجموع الثلاثة على 2 ضرب واحد. طبعا هن موجودين هن الاثنين والناقص نص. جمعوا ولا نشوف؟ 2 ناقص نص 3 على 2 3 على 2 اكس. طبعا هون في اكس. يلا اضربوها لنشوف شو عم يطلع معنا ناقصه. طبعا ما راح تخطر على باله مضطر يعمل شو؟ دلتا. يحلها راح يطلع معه نفس الجواب واللي هو اكس تساوي شو العددين؟ ناقص 2 واكس تساوي نص. لاحظ كم رقم طلع معنا؟ صفر. تعالوا نلونهم. صفر والناقص 2 والنص ثلاث حالات. وفي رقم هني عاطينا اياه بالسؤال. في عدد هني عاطينا اياه واللي هو صاروا أربعة. رتبوا من الصغير للكبير. ركز معي مين اصغر واحد بين هالاعداد؟ ناقص 2 بعدين صفر بعدين نص بعدين. اذا شوف هيدول راح يعطوك منطقه للتكامل. هذول يعطوك منطقة للتكامل. هذول يعطوك منطقة للتكامل. كم منطقة؟ ثلاثة. أول تكامل تاخده بين الناقص 2 والصفر. بدك تعرف فوق ولا تحت تاخد عدد بيناتهم وليكن ناقص واحد بتعوضه راح يطلع موجب. بدك تقول إيش؟ بتروح تاخد بين الصفر والنص عدد وليكن ربع عوضه بده يطلع سالب بتقول ناقص إيش. بتروح على المنطقة الأخيرة بتأخذ عدد بين النص والواحد وليكن ثلاثة أرباع شو راح يطلع معك؟ موجب. تاخذ F برجع طلعت الطريقة نفسها بدون رسم. فلي مهاراته كويسة حتى لو عم يشك بالرسم قادر يحل هذا السؤال إن شاء الله. إيقاف مؤقت بسرعة. حالة الأخيرة مثال على الحالة الأخيرة ليكن التابع fx يساوي ناقص 4x مربع زائد 4x يا مامعن لحيان. وعندك y تساوي 2x. كم تابع في بهالسؤال؟ تابعين. إذن هي الحالة الأخيرة. عين مساحة السطح المحصور بين cf وd والمستقيمين x تساوي الصفر x تساوي النص. هدول حدود التكامل مبينين لأن الإكسات. أما التابعين هنا cf وd. أول طريقة شو بدنا نكون عاملين؟ رسمي الرسم. طبعا بعد شو التغيرات اعطيك الرسمة. طبعا هذا كيف بيرسموا لهذا؟ بيفرضوا x تساوي الصفر تطلع y تساوي الصفر يعني النقطة الأولى صفر صفر. حط مثلا بدل x واحد الواي بتطلع اثنين تطلع واحد اثنين توصل بينهم. رح ارسمه لهذا قبل انا صفر صفر واحد. هذا دي ورسمة التابع
طبعا هذا التابع اللي اعطيتكم اياه هو اول تابع رسمناه اليوم. طلع معنا قطع مكافئ كان هيك، هاي واحد هاي نص. شو كانت الزروة؟ نص واحد كانت؟ نص هيك كانت هون الزروة. منين مرة من الواحد يا هي الرسمة. إذا هون صفر وهون شو الواحد تمام على اللوح تبع الحالة. بدنا ناخذ القانون. وين المنطقة اللي عم يحكوا عنها؟ بين الصفر والنص. هرسم النص أنا. هذا إكس يساوي شو؟ نص. وبين هالخطين اللي عم يحكي عنهم المنطقة هون رح لونها بالأخضر. انتبه ليك بين هالاثنين يعني الحد اليميني هو النص والحد اليساري صفر. من فوق سي ومن تحت هذا المستقيم الأحمر واللي هو مين؟ دي. هاي المنطقة اللي عم نحكي عنها. إذا القانون شو بصير؟ آ بيساوي تبع القانون تكامل. مين حدود التكامل؟ الصفر والنص، من الصفر للنص. ركز معي، العلوي ناقص السفلي. مين العلوي؟ مين الخط الأعلى بالمنطقة المحصورة هون؟ في هالمنطقة الخط الأزرق ولا الأحمر؟ الأزرق لمين؟ لسي. والأحمر لمين؟ لدي. إذا أنت ما عرفت بتروح تأخذ قلم عادي. شو كدك تعمل؟ شاقولي من تحت لفوق بيرفعوا لفوق. مين قطع قبل؟ الأحمر تبع دي، معناه دي صاير أوطى لأن القلم قطعه قبل. رفعوا لفوق بعدين بوصل عمين على الأزرق. إذن هون بصير القانون واي تبعيته لدي. لا سوري العلوي، أنا آسف، العلوي مين؟ اف اكس ناقص السفلي. وهون مين؟ دي اكس. تعال نعوضها من الصفر للنص. أعطونا f x ناقص 4x مربع زائد 4x ناقص y d 2x dx. نجمع هدول اثنين بتصير معنا ناقص 4x مربع زائد 2x بين الصفر والنص. منطلع لها حساب عادي، منكامل هديك حد العلوي ناقص الحد السفلي. هذا إذا كنت عرفان ترسم. إذا ما عرفان ترسم على جنب على السريع، كيف منطلع الأول بي؟ انتبه لهون لإيجاد حدود التكامل. لإيجاد حدود التكامل شو رؤى؟ لإيجاد حدود التكامل شو منحط بدل اف اكس؟ لا هذيك بالحالات الكلات الأولى وعها لإيجاد حدود التكامل. الفرق بين هيدي الحالة وهذوك الحالات، هونيك حدود التكامل هي نقاط التقاطع مع الإكسات، هون حدود التكامل هي نقاط التقاطع بين الخطين. يعني بدك تحل الحل مشتركا. إذا لإيجاد نحل حل مشترك للمعادلتين. كيف يعني حل مشترك؟ أعطينا المعادلة الأولى fx تساوي
ناقص 4 x مربع زائد 4 x. والمعادلة الثانية 2 x بتحل الحل المشتركة مو ال y نفسها f x، تعمل مساواة بين هدول إذا بتقول بالتساوي. شوف كيف تاخذ ناقص 4 x مربع زائد 4 x شو بيساوي 2 x، وبتحلل هاي بتنقل هاي للجهات الثانية. بعدين بطلع معك ناقص 4 x مربع زائد 2 x بيساوي صفر. اسحاب x عامل مشترك، إما x يساوي صفر. هون بضل مع اسحاب 2 x عامل مشترك، بطلع معك ناقص 2 x زائد واحد، أو تطلع معك x تساوي نص، واللي هنا نفسهم حدود التكامل. إذا طلع حدود التكامل بدك تعرف مين أعلى، تبعني بدك تعرف مين فوق الثاني، تاخذ عدد بين الصفر والنص وليكن ربع، بتعوضها باثنين اتون، اثنين ضرب ربع عوضها بالواي، واي للربع شو عم يطلع؟ اثنين ضرب ربع نص، عوضها فوق راح يطلع جواب اكبر من النص. فهيك بتعرف انه الاف اكس يعني اف النص تطلع اكبر من هاي، تعرف انه الاف اكس فوق مين؟ الواي. اذا بتاخذ عدد ربع وبتعوض مين اعلى من الثاني، ترجع بتكملها بنفس. اذا ما عرفت لحظه شوي، انا ما عرف مين اعلى، بكتبهم كيف ما بدي وبحط لهم قيمه، بحلها بالقيمه المطلقه. يعني بكتبهم كيف ما بدي اف ولا واي نفس الشيء اثنيناتهم، بس بحط لهم وبحلها بالقيمه المطلقه وباخذ العلامه ان شاء الله. اما اذا كنت شوي مهاري زياده باخذ عدد بعوضه بالتابعين، يلي رقمه اكبر هو الخط الاعلى. بسرعة على مكتوب، بسرعة على مكتوب. مين عنده سؤال؟ بسرعة